شو بتقول الأفلاك لمواليد القوس بالأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2022؟ يا عزيزي بتبرهن عن قدرات جيدة جدا بين الثلاثة والأربعة لما يكتمل القمر ببرج الثور وبيعزز قدراتك الخلاقة. يمكن يخلق إرباك لمواليد العقرب، بس لمواليد القوس بخليهم يبدعوا أكثر. بتلفت الأنظار وبيعترفوا البعض بكفاءتك إذا اعتمدت سلوك منظم. بس حاذر من بعض الأحداث اللي يمكن تطرأ من يوم الخميس 10 أو بين يوم الخميس 10 والسبت 12 ويلي بتعرقل اندفاعك وبتسبب لك بعض المخاوف. بتبذل جهد كبير لتقديم وجهات النظر بين الأحد 13 والتنين 14. بتحاول انك تتكيف مع بعض المفاجآت يلي بتطرأ ويمكن ترجع مشاريع قديمة للظهور وبتدرسها بعناية. بس حاذر يا عزيزي، انتبه من انه تفقد صبرك، ما تحاول تتخطى حدودك. أحب الله امرأ عرف حده فوقف عنده. ما حدا ما عنده حدود، ويلي ما بيعرف يوقف عند حدوده بيدفع الثمن. بهالأسبوع في محل ما لازم تتخطى، لازم توقف ويمكن لازم تطلع لورا أو ترجع خطوتين لورا.